الشات بين اثنين محادثة listen and read يعني اسمع واقرأ then answer the questions. هلأ احنا بنقرأ المحادثة واجاوب لكم الاسئلة. المهم تفهموا، ما بدي اياكم تكتبوهم بس بدنا نحكي الشات مع بعض. اول شي عندي مارك وتود. مارك ولد وتود صاحبه اللي هو برضه ولد. مارك شو بيحكي؟ what a great day يعني هذا يوم رائع عظيم. shall we go fishing تود يعني هل نذهب لصيد السمك تود بنديب اسمه؟ شو برد عليه تود؟ no I don't like fishing يعني انا لا ما بحب الصيد. it's really boring يعني هو عن جد ممل. شو بكمل مارك؟ بحكي له how about snorkeling that's fun يعني ماذا عن الغطس؟ هذا الاشي مرح. فشو تود بحكي عنه؟ okay I like snorkeling يعني ماشي انا بحب الغطس but we haven't got snorkels بس احنا ما عندنا اللي هو انبوبة التنفس للغطس، ما عندهم الاداة اللي بيغطسوا بتساعدهم على التنفس. فشو برد مارك؟ you are right يعني معك حق. I know يعني بعرف. let's go horse riding غير رأيه. شو بحكي؟ خلينا نروح نركب الخيل horse riding. شو بيرد تود عليه؟ great idea فكرة حلوة. I love horse riding يعني أنا بحب ركوب الخيل. عندي أربع أسئلة. does Mark want to go fishing؟ إحنا قرأنا عن مارك هو اللي اقترح الفكرة يعني أكيد بحبها. شو بحكي؟ yes he does الجواب yes he does. number two what does Todd think about fishing؟ شو رأيه أو شو تفكير تود على صيد السمك؟ فشو بتكون الجواب؟ he thinks it's boring يعني ممل، هو ما بحب الصيد أصلا. number three does Todd like snorkeling؟ هل تود بحب الغطس؟ yes he does نعم بحب الغطس. number four have they got snorkels يعني they قصده التنين مارك وتود، هل عندهم snorkels اللي هي أنابيب التنفس للغطس؟ إذا هو بهذا المحادثة ما عندهم، حكوا إنه ما عندهم، فشو بتجاوب؟ no they have not. number five what does Todd think about horse riding يعني شو بعتقد تود شو رأيه بركوب الخيل؟ he loves horse riding يعني هو بحب ركوب الخيل. آخر شيء عندي activity five بدنا نكتب كل صورة بدنا نكتب عليها زي محادثة بسيطة اللي هي سؤال وجواب. number A عندي snorkels اللي هي إشارة لسنوركلينج يعني الغطس. شو بنحكي؟ shall we go snorkeling يعني هل رح نروح على أو يلا نروح على السنوركلينج للغطس. فشو هون بهذا المحادثة؟ بنحكي no I don't like snorkeling يعني لا أنا ما بحب الغطس. فطلعوا دفاتركم واكتبوا معي A زي ما أنا كاتبتها اللي حكيناها هلا. picture B في عندي قارب بوت على شراع فهذا معناته إشارة ل sailing يعني الإبحار. فرح شو نكتب؟ let's go sailing يعني هيا نذهب للإبحار. okay I like sailing يعني اوكي ماشي خلينا انا بحب الابحار. picture C اللي هي في عليها خيل اللي هو الحصان ركوب الخيل اشارة ل horse riding. فشو رح نكتب؟ how about horse riding. شو بتجاوب؟ great idea I love horse riding يعني فكرة حلوة انا بحب ركوب الخيل. picture D عندي surfboard مع سيرف بورد إشارة ل surfing يعني التجديف. فراح نحط محادثة بين اثنين اللي هي how about surfing يعني ماذا عن التجديف. شو التاني بحكي؟ okay I like surfing يعني تمام أنا بحب التجديف. picture E عندي اللي هي fishing rod اللي هي صنارة الصيد إشارة ل fishing يعني الصيد. شو راح نكتب؟ let's go fishing. تاني شو برد؟ I haven't got a fishing rod and I don't like fishing يعني أنا ما عندي أصلا صنارة الصيد وبرضه أنا ما بحب
الصيد. آخر صورة لي بيكتشر إف، عندي قارب صغير اللي قارب للتجديف. Shall we go kayaking؟ kayaking يعني kayaking. فشو بيرد على الثاني؟ No I don't like kayaking يعني التجديف. أنا لخبطت سري بسيرفينج، سيرفينج اللي هي تزلج على الماء. فهاو about surfing يعني ماذا عن التزلج على الماء؟ إذا حدا عجبته الفكرة شو بحكي؟ أوكي okay, I like surfing، أنا بحب اللي هي ركوب الأمواج. أما kayaking، ركزوا معي، kayaking اللي هي التجديف بالقارب الصغير. شو بنحكي؟ Shall we go kayaking؟ يعني نروح نجدف. فإذا ما عجبته اللي قدامك الفكرة شو بحكي؟ No I don't like kayaking. بعتذر على الخربطة. وهذا الدرس اليوم، ركزوا بس، kayaking اللي هي تجديف، surfing اللي هي ركوب الأمواج. That's it for today and thank you.